السلام عليكم، شوكم شوش اخباركم؟ اتمنى بخير. رجعت لكم في جديد، اتمنى يعجبكم. وياكم قروا علاوي. اوكي يا ولد، اليوم الحلقه 25، الحلقه المنتظره اللي انتم منتظرينها وخبصتون خبص بيها. اوكي، اليوم بالحلقه 25 اليوم صار بينا فيلم. اليوم ما اسولف لكم، اخليكم انتم تتابعون الفيديو للنهايه وتعلقون عليه. اوكي، مثل ما راح تشوفون بالفيديو اللي حصلناه من هاي الحلقه هي هذه اللعابه. هذه اللعابه ما اعرف شنو هذا الدم اللي بيها. شوفوا يا ولد، هذا الدم اللي بيها ترى هذا من الصبع. شوفوا الصبع انشق بالطريق قبل هسه، توني رجعت من التصوير قبل بديت المقدمه وراح منتج الفيديو وارفع لكم. اوكي، حتى ايدي انشقت. اليوم الحلقه دمار، ما اسولف لكم عليها لان ما اريد احرقها عليكم. توني اجيت من الحلقه وصورت مقدمه وراح انشرها لكم. اوكي ولد، اللي اريده منكم يا شباب اللايك والاشتراك بالقناه وهذه اللعابه اللي حصلتها من هذه الحلقه وراح نشوفها. شوفوا شلون خذيتها من الساحره ومن محسن، وراح ان شاء الله بنهايه الفيديو نشوف شنو هاي اللعابه اللي خذيتها. اوكي ولد، فاللي اريده منكم شباب قبل لا تشوفون الحلقه، اتمنى منكم تشتركون بالقناه، لان اكثر اللي جاي يشاهدون ما جاي يشتركون بالقناه. ما اعرف ليش، ما اعرف شنو السبب. اتمنى كل شخص يشوف الفيديو يشترك بالقناه، لان ما باقي شيء على نص مليون متابع. وخليكم معي الفيديو ومشاهده ممتعه. يا ولد تحبون اللي تحبون محسن؟ نحب محسن. يا ولد هسه انت بس خلحتي هسه انت مو شفتوني؟ البطل منكم والزلمه يروحوا وياي للساحره. انا والله كلكم شذاب. لاوي حبيبي محمد، ما طردوني. خلوا لايك. انا اليوم عدى عتاب وياكم. افا الحلقه اللي راحت اجوا الولد جماعته، اجوا بس ثلاثه، واليوم ما شاء الله من طلعت من الساحره كلكم اجيتوا. وين كنتوا؟ انا جيت. احنا موجودين. اولهم سيد مرتضى طفر. سيد مرتضى والله صدق. لا وقف بس خليني احكي. البارحه والله صدق سعيد. البارحه انا كنت حاضر بالساحره. ليش ما هو انت؟ انا جيت. انا بس سمبل وعبد وعبد. اسمع الله، مرتضى شرد هو وجابر وحق الله سوى بعد. ولا طالع تحكي ذو انا قلتي جيتني؟ رحنا لكم وقلت ما نجي ما نقدر. انت قلت لي؟ لا مو قلت. ما رجعنا والله. انا وديت وين قالوا ما يقدر يجي. ليش ما جيت؟ اول مره ما حد قال لي خوش، واجوا ما حد قال لي وسال زلال وياهم. وقبلها باليوم اللي جيناك بالليل وخلطتك الساحره، هم كلهم اختلفوا علينا، قالوا احنا نعوفه ونروح. قلت لهم لا ما نعوفه، وانا ضحيت وروحي. انا يعني ضحى وروحه. شلون عوفه كان ثاني يوم ما اجي؟ زين ليش ما اجيت؟ ما ادري، بس عبد قال انهم قالوا علي. ليش ما اجيت؟ شيء غير. انا ما حد جاي. لا يجي ولا هاي الشرد بليله هدوم ولا اجاك. وهسه كذب هاي السوالف كلها كذب، بس من شافه قام يبرر.
هو كذي معصر ما راح تجي. انت ما ردت تجي. لا لا انت ما ردت. لا ما انا جيتك انا شو جيتك والله. ما حد جاء. بس الولد قد وديتهم وقالوا ما حد جاء. ولا واحد قال. انا ولا واحد جاي. ولا واحد قال. جيناكم ما حد يجي. ما حد يجي. لا ما حد يجي. جيناكم عباس اول الطافرين حسان. عباس ما جاء. وعلي اكبر جبان اكبر جبان بينا كنا هو حسان. وذا انا جبان ولا غير اضحي بروح انا كسر. ولا كاني بس اعرب اي كلمه. ولا غير جاني سنبل قال للسيد وحسان رحت لهم للبيت ما حد يجي. انا ما حد جاني. احنا صحبان نروح بنروح ما نتخارب على مود كلمه لو كلمتين كافي يا رب دون والله الناس متعجبه عليك هو عبد اختلفوا عليك كلهم عيب عليكم والله عيب عليك هم اختلفوا عليك هو عبد ما مختلف انا مختلف لا عبد انت وعبد انت وعبد انت وعبد قالك انت وعبد انت بكل جد سوينا جابر شرده اصلا لا 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 انت جابر شرده موجود انت باو انت لا تذب تايم علي ابتدى انت مو لا لا هم جيناهم ولا بس انا ذاك وعبد انا لك عبد ما حد جانا ما حد جانا انت مشذب لك انت مشذب انت مختلفت بلي على البدايه يعني انت تريدون تجون ما حد جانا ولا حد قال لنا ولا حد انا انت تضرب يا تضرب يا انت تضرب يا وقفت تضرب يا مو كل شيء وياك انا هم كذابين هسه ذي تراحت السالفه وختولي بعد خوش هسه شنو اللي ببالك خل نروح نسوي يلا بعد شنو بعد لا كذب علي اللي ببالي عمي سد موضوع هاي سد الموضوع هاي 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 لا 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 بدون اللي ببالي اليوم عمي وخروا عني وخروا عني يا ولد اللي ببالي اليوم مهمه قتل الساحره نقتلها لو نقتل محسن لان محسن هي هاي ما ادري منين طلعت كم ساحره على وهي ما ادري منين طلعت كم ساحره قال لنا كم ساحره بس محسن هو محسن راس الطلايب ترى بذابينا هلا بس هو راس المشاكل منا بس شنية المشكلة شنية كل ما نحر يعني نقتل ساحرة يطلع لنا غير شغلة هاي شغلات تطلع لنا والمشاكل كلها من ورا محسن هو ساعة ويانا ساعة علينا فاليوم الكتلة خويا حتى الناس ملت سوى خطيع اللو الناس اللي بس خطيع هو بشر حالة حالة ترى يا أخي هو بشر بشر حالة حالة مثلي ومثلك ايه؟ بس هو مدري شنو من خطيع عم تعبنا من مسيطرة عليه ما أدري احنا تعبنا هو هذا المكان يسوي هذا المكان يسيطرون عليه احنا تعبنا جاشن ترى مو بيده هو لا مو بيده اي مو بيده جاشن هذا ما الحل ماك حل خلي كل ساحر حاولوا يا خويا حاولوا يا ونشوف نقتل الساحر نقتل الساحر ونشوف شو يصير فيه يلا هاي يلا بيكم هاي القوي ايه يلا شوف مواجهة قوية اريدا مهمة كلش قوية هاي هي هاي سهلة 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 والله هاي خلى النايح بكل دار باصحاب الكفر والعار صولات ابو قن تذكار دله للكفر والشر من عيونه تجدح نار يوم اقبل على الاشرار دق الساعه الانذار وبتاره كرهم كر خلى النايح بكل دار باصحاب يلا يا ولد يا ولد قول اشرب داروا عليه داروا عليه بالغرف اثنين من هناك يروحوا ثلاثه من هناك تعالوا تعالوا هنا يا ولد وينكم؟ تعالوا 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 ما في دوم مختفي؟ تعالوا تعالوا شنو هاي؟ أنا غدير هذا جايب لهم غدير شنو هاي؟ جايب لهم غدير وقف تعالوا تعالوا يا ولد وينك؟ هذا محسن سؤال محسن هاي شو هاي نعم تغدير شنو شنو هاي؟ خضرة أخو بيزو تغدينا هنا أنا يمكن أكل خاين بيناتنا وهذا يجيب الاكل وعلى جاي لا يجول الاكل ما يجي الباني يا طابخ خلي قلت هو ما يستاهل الساحره لا تطبخ وانت النورها مرق الصواريخ مسوي له تشريبه والله عامله هذا مو ساحر محسن بيا حاله وياك التشريبه خضره يلا شيل النوبه خضره جايب يلا نمشون هاي الغرفه الثانيه شيل الغرفه الثانيه بسم الله دبر ما هم هذول وينهم يا الكعبة؟ ما طالعين من على وطالعين حاسين ترى أكلهم هذا توا أكلهم هذا الأكل مالهم توا نايمين وين نايمين؟ وين نايمين؟ ورا على ورا قلت أنا أنت وين نايم والله تعالوا وراي تعالوا ما عليكم
هسه ينقطع بيهم الحبل. شوف ها جري شنو هاي شنو هاي با يتغدون باميه وتشريب ومرجوعه. والله هذول يمكن جماعتنا ناس وين علينا ما ادري شني. ولك وينكم يتغدون لعبه مرجوحه. هذيك هاي شنو وعايشين واحنا عيشه. ايش لاي عم؟ والله عايشين عيشتنا واحنا عيشتنا ومرجوحه عدنا وياهم. شوف سترته والله حلوه. عايشين احسن من عدنا. شلون لهم يا ولد والله شعلوا بعد ما منها بعد اليوم كيف ما منها يوم ما منها اليوم توزعوا ما منها. هذا اليوم 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 حسين تعرف شتروا ومرجوحه شنو هاي؟ مستروا مستروا محسن سير قدامنا محسن 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 تعال محسن تعال تعال محسن منين لك هذا السير؟ منين جبت هذا السيف؟ هذا بعد ما حد يقدر يتقرب له. ما في لنا واحد بعد كذا. شو سوى؟ ما في لنا واحد بعد كذا. شو يقول؟ روح روح يلا روح ابو المصور بس دير بالك دير بالك. لا تتقرب له شايف سيف مو لعبه مو لعبه. ناوي علينا هذا دوم اللي يتغرب لي اقطم راسي. ناوي علينا دوم ما خبل ما ادري مو سيد بقى هناك سيد الباس سيد مرتضى دير بالك مرتضى دير بالك عون تعالوا نواجه سيف علام 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 قبل ما يدري بروحه عبد وين عبد لا عبد راح للبصره وين هو
احنا جماعتنا يا هلبا قبينا ما جاي عبد ويوسف عبد لا لا الولد وجابوا جماعتنا دولة جماعتنا جماعتنا دولة ما يسوي عدنان اكو خيانه محمد عدنان ما اجى عنده شغل اكو خيانه بالموضوع لازم نعرف منين جالس خلينا نحاول نحاكي وهذا المطي الاخير هو يريد ياخذ الكنز من عندنا صح ولا لا؟ ايه فاحنا شو نسوي؟ يا بيكم بطل ياخذ السيف ويشرد انا اخذ السيف وين انت تاخذ السيف؟ انت تاخذ شو تاخذ؟ راسك كنا سبلوشه شو تاخذ؟ انا ما تاخذ السيف لو صدق صدق هو انت اذا شالك هو صدق هو مخبل وين يطقني ايش من راسي هنا بعد شنو تريد والله العظيم اذا تاخذ السيف بس تقرب لي شق راسك راسك مدور شوف انا كون السيف يا عمي صدق شنو عمي شنو انت ما تدبر عشاني ما تدبر على الله وخلي غيره يجوز مرتضى اي مقتدي اي فوزاني قطم راسه شمر على والله والله يا عمي والله يا عمي ياخذ السيف ياخذ السيف بطل وملك ابن ملك اخذ والله اذا ياخذ السيف انا راني عندي قامه انا اروح بس انا اريد واحد من جماعه سبع مدام يحمدون بيكم ويقولون جماعتك سباع والله خلينا نشوف السباعيه قطم راح طق له واحد قطم راسه شمر شلون والله صدق هون هيك وجود ورا سحب السيف ما نقدر انا تعالي شوف شو راح اجيب لك يلا شوف شو راح اجيب لك عم حسان دير بالك يلا اذا ما قدرته وانا طب له بالقامه خلينا نشوف تقدرون له ولا شنو علاوي والحل شنو هاش راح اشوف شلون هذا محسن عملك دير بالك ارجع ارجع اي 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 شنو علاوي هاي ايش سوى لو اسمع علاوي دير بالك يا ولد هاي شنو هاي شنو ها علو ما تعال بس خلينا هاجي خلينا هاجي علو هاي مرسل عبد الحليم حاضر مرسل منين جبت السيف سيدي صار منين سفر صورها طقك شو شو يا شباب ارجع تعال تعال ايش بكم خفتوا يا علو ولك انا عبالي طارت كيف تشوف الطيران عبالي طارت لا 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 محسن منين جبت هذا السيف بس جبتي وقف سكت يا ولد سكت وسكت يا جابلك يا جابلك انا خلي حاجي منين جبت منين ارجع مرتاح تعال منين جبت جبتي منين ارجع جبتي منين جبت اسكي شنو عليك على ولد شنو ارجع كل كاميرا ارجع تعال كاميرا ارجع ارجع تعال كاميرا تعال يا ولد بس خلينا نشوف منين جاب السيف يلا على حاجي تعال شو تريد؟ احنا جماعتك تريد تأذينا بها سيفك؟ مرتضي مرة ارجع بس خلي اسولف وياه ارجع شنو ارجع؟ محسن منين جبت هذا السيف؟ جابوه جابوه يا جاب لك اياه جبتي شو اسوي؟ انا جبتي المن جايبنه؟ اللي هي شو اسوي؟ ارتحت لك بي انت انا؟ اي علاوي ما تقدر انا والله ما تقدر والله ما تقدر لا انت يا ابو شوشه خسه خسه وعلى قطع رشدي خسه انزل ما يجي خليك شنو هاي قام يغلط يا ولد قام يغلط لحد يهاجم مرتوى يا خرج مرتوى لا 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 ما قتلها تريد تهجم علينا وما خلاها والله لا مرضى اي ما رضى ما رضى يمكن يغار عليه ولك يحبها شفتها شات من اخذوك من اخذوك شو راح يبوسه شو راح يبوسه شو والله العظيم الساحره تريدني ما ميت عليكم ما تشوفها تركض وراك كلها تريد تزوجني عم مرتضى تعال لوحك مرتضى تعال باع باع كلكم روحوا وروحوا للساحره ما تحاكيكم بس انا تريدني او العفو اقصد كلكم روحوا عليها تاذيكم بس انا اذا رحت انا ما تاذيني زعلت بس انا ما تاذيني تعال ما اطول مني نار عليها ايه ايه حلا حاتي انت بتسير حلا حاتي ما حد يقدر لي انا وحدي ما حد يقدر لي اطش الروس
ياهل يجيني حلو شنو علوي هذا قاب يوم كله علي تعال تعال انت زلمه تعال يا ولد اطب له لا يا اخوي اطب له شنو علوي لا اطب له بالقامه لا اطب له بالقامه بس لك هاي طيرك شوي لسيب اها ما عليكم مره ارجع ارجع شنو العابي عليهم والله مليان يا علاء مليان هاي ايش صار تعال اجى اجى واحد انت زلمه تعال وحدك لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تعال روح حبيب اخويا تعال اخويا تعال يلا اخويا دير بالك محسن وخره وخره يا ولد وخره انا طب شوف 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 عيونك شوف عيونك شوف عيونك شوف عيونك بيض قرب كل شيء دير بالك دير بالك دير بالك هذا سحر قام كيوت بس خلونا احكي وياه اخويا منين جبت هذا السيف؟ منين جبته؟ مالت انا من الطاقيه حلو عشان عندنا طلب من عمر محرز الدهان عند دير بالكم دير بالكم شنو هون؟ والله ما عليه يقول ماكو زلمه هنا تعال تعال وين الزلمه هذا اعطيني شو سالي اعطيني تعال شنو شنو تعال ماكو زلمه خلي اعطيني انا طب له شنو وش الطب له دير بالك دير بالك عم مرتاح تعال ورجع تعال يا اخو ما تقدر هسه هو دير بالك دير بالك شو 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 شو
رادلنا مسدس وهو هذا كمية من السفن هذا يمكن ما يقدر سيف عندك ذبحه ما في حتى ذبحه الساحرة بوالي بوالي زين يا ولد انا عندي خوش حل تمام ما تفيدك جيب انا عندي خوش حل انا الساحرة ما تريدكم انتم انا من اروح لها ما تأذيني ليش ما اروح انا شويه اجيب لكم اخبار وجه امشونا يا ولد ما طول هو هنا انا خلينا نحاول نسيطر على شتمه تعال محسن محسن حبيبي تعال شنو ما قزل انت داخل نحكي وياك تعال بسيف وتعال بسيف وتعال بسيف وتعال تعال تعال بس انا حاكي ما قزل شنو ما قزل شنو ما قزل شنو بس تعال احكي لي يلا هاي طيب بسيف طبق لنا تروح شوف هاي بسيف هاي لا لا يطلع هاي يا حبو فيه طيب ليش عبتوه مش رح والله اموت زين شعلوا طبق العباس شلبوا جنيا ما بيكم خير بخر والله ما بيكم خير هاك شوف صار بيده هاك شوف تعال صار بيده هاك هاك شنو هذا شنو هذا كم غير شلبوا بيك وش حناك المطبخ حلو المطبخ هلا واحد اسيف طب ليش شري تفي علي لا غير قلنا كنا نطب عليه شباب احنا شو ثاني عم وين قدول لي طيب لك الله انك وراه شنو بس شوف شو سوى شوف شو سوى ذبحني شوف شو سوى شوف شو سوى قام وين يوجد قام وين وقف على السدات شوف دم وقف وقف طيب انشب وقف 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 جاء سحبتك انا تصدق شو اسوي غير طبات وياك عليهم عم زي ما ذبح رقبته زي ما ذبح رقبتي شو جاهز يطبوا لي هيك ترى عنده سيف جاهز ايش قلنا مختار قلنا انتم عليهم مذا يا ولد هذا بوالي 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 هذا خطير شوف سوا بيه هذا خطير لحد يتقرب له اللي يريد يموت يتقرب له يا مكان فاضي ايش اسوي له قلت لك جيب مسدس خلك تلم مسدس عنده سيف ما نقدر له احنا جايين من شنو احنا جايين بس ما نقدر له سيف الحل شنو لو جيب سلاح لفه لفه هذا صبعك لفه طين طين قميص طين قميص جيب صبعه واش شنو واش عوض واش سهل حسان تعال جيب القمه جيبها عوض ما احتاج قمتك يا اخو ما احتاج بسرعه يا معودين شوف الدم السوابيه شوف الدم هذا دوم رقبتي رقبتي طيب بس مسح الدم على حساني طيب يا اخي بتعال رقبتك بس مسح الدم بس طلع زيت ما في لا قلت لك لا تقرب له هيك وقف وقف لا 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 تخنقه انت تنقر انت تنقر فن القميص الثاني القميص الثاني لفيده لفيده هاي من الفيده شقه شقه شو وصل يا اخو سويه هاي شقه انا متعور ها شقه يا اخو هو شلون طقاني شلون طبرني شلون ما ادري ايه لفيده 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 هيدا 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 حتى لو كده كده لف لف هيك لف انقطع بس لف صحيح حسان لف صحيح تشيه تعلمني شيء اي ساك ساعه حتى على يتعاركون الدم مالي راح يخلص وانت تتعاركون بابا صار بيه وانت بتتعاركون حسان حسان هاي هاي سبلوشه منها متعور شويه
طقني طقني بيدي وطقني بظافري وطقني ناري وانت متباوعون لحقت عقوب تباوعون انا باوعكم نايم علي يدجي كبير تايع سحبك كاف 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 يلا شوف كافير هذا بس انك انت معكتوم هسه صار بس ايش تسوي بس عاتب احنا لو سد الدم مالتك هسه ما في شيء انا ما في شيء هاي كلكم ما في كلكم كنت كم احد يوصل لك كتلي كاف كاف يلا كاف القامه وين هاي خليها عندك ما في خوشك ما شاء الله ما في القامه ما في دوم ما في ما تفيد إقامة دوم ما تفيد وهاي شغلته صارت خطرة قايم هذا واحد جاي وقايم لك أقتلهم إذا شو شو سوي شو شو سوي تمشوا يا ولد تمشوا بس خلينا نشوف شنو السالفة أي شيء تلقونه بالغرفة أخذوه يا ولد إذا لقيتوا شيء بالغرفة أخذوه خدش هاي خدش محسن من ورا وبعدين يلا أبو الوسخ أبو الوسخ وأنا كظان شوف سووا بيه شوف شو يسوون يا الكعبة شوف محسن محسن ما تهاجينه تعال محسن 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 دراجاتنا دراجاتنا ما عليهم دراجات ما هي اخو لا يصل هي صايد دراجة قلت لك او شي عرف دراجات تصوير وين تصوير لا حد يجي لا حد يجي لا حد يجي لا حد يجي تعالوا من هناك افتروا افتروا دير بالك دير بالك افتروا افتروا من هناك ايه دير بالك دير بالك دير كعبة دير بالك وينكم؟ وينكم؟ وين رحتوا؟ تعالوا ورجعوا ورجعوا كلكم ورجعوا كلكم ورجعوا ورجعوا رجعوا للغرفة تعالوا للغرفة تعالوا تعالوا للغرفة تعالوا هناك قلت لهم لاحظهم تعالوا هناك علام لاحظهم نسوا التمثال مالتهم قاموا يحاربون بي ارجعوا نرجع تذكر نسوا التمثال مالتهم قاموا يحاربون بي تعالوا رجعوا بعد ما جينا ده بس خلنا نرتاح شوية تعبنا وينكم فاعولي حاشيني لو جاي اوقف اوقف شوفوا بس على الاقل لقيت الحل لقيت الحل كنا قاعد على لقيت الحل لقيت الحل يا ولد لقيت الحل شنو هو تدرون شنو هو حاشيني مالك لقيت عد محسن لعابة صغيرة ما ادري عد الساحرة شفتوها ايه شفناها ودب ما ادري شفتوا الدب هذا الصغير الاسود ايه شفت عد الساحرة شفناها بوكو شفتوا ما شايفينه وين انتوا بس تركضون؟ بس ركض قاعد كل شيء هون بقول هاولو بقول الدب وهاي اللعبه صغيره شو تسوي بس بقول اياها وهاي هي محسن انتهى هو وسهر انتهى انا خلنا كل شويه جوعان تعال 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 يا مالك انت قوم قوم بس ابي سحر تعال ما بينا حد يصير بيك شيء لا كل شويه جوعان معود قوم لا خوف ان شاء الله جوعان جبتني بدون اي شيء خاف شيء تبطل بس الاكل تعالوا شوف شو يسوون شوفوا لي التمثال وين الساحرة كضت السيف يا ولد لا حد يتقرب لا حد يتقرب اعطيني القمة اعطيني القمة 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 لا القمة 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 رجع اللوج رجع اللوج رجع اللوج رجع اللوج
علوي شوفوا اللعابه ما جبتوها معودين لا لا انا علي اللعابه يلا ما مفتوحه ما علي السحره راحت وين السحره راحت ما طول محسن بقى واحد محسن احط له ويانا دور لعابه احط له ويانا دور لعابه تعال لعابه يا ولد لعابه حساني حساني وحدك روح دوم وحدك يلا طبوا روح دورها روح دور اللعابه روح لحي لهي تعال اطلع لو خلاص علوي وايد رمك لا قا لا قا لا قا شو 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 حسان قلت لك دير بالك وخر 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 علا ما تقدر وخر ولك ولك يا نازن ما ارجع لا لا ارجع وينك وين شو روحك خذها حسان جيبها جيبها خليها يمه خليها يمه شوف 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 عصب 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 شوف عيونه صارت ارجع ارجع جبريل يلا انا خذ اللعاب شبريل وين لعابه لعابه وين جيبه وين ما تخلوه تعال هلاو هلاو جيب شنو هاي تسوي وحتى مصلحه فوق هاي هاي بيها لغز كلش قوي بيها سحر بيها علاوي ما شو شلون قمر عيونك الله يستر شنو هاي شعرها اسود مدري اخضر الله يستر هذا شو شو سحر بيها سحر والله سرطنيون باوع لي هاي بيها باوعنا هاي بيها لغز كلش كبير لازم نعرف سرطنيون سحوره شلون تبهذلها هاي اذا ناخذها منهم يجوز يصيرون هيجي لازم نعرف اصورها لازم نعرفها شنو هاي اقول لك هاي شوف شوف هذا روح هسه ها الوقت نجيب سلاح ونجي ويانا مره ثانيه هاي نجيب سلاح ونشوف هاي شنو الموضوع امتى نرجع باكر باكر بالليل باكر لو بالليل دير بالك لازم بيها لغز لا بس شوف شوف وصل الطيني احلى صورها خلوها 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 يعني بس خلي اروح بس خلي اروح ليش من اخذناه ليش من اخذناه ساره وليش من اخذناه ساره ما ادري بس خلي اروح اشوفهم ايش فيهم واجيكم دير بالك علاوي دير بالك لا تخافون شنو ايش يسوون ذولا هلا دير بالك دير بالك لا 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 دير بالكم دير بالكم لا حد يجي لا حد يتقرب بس خلي اشوف شنو السالفه لا حد يتقرب ما عليكم لا حد يتقرب لهم بس لا حد يتقرب بس ما عليك ما طول نايمين ما ادري ايش بيهم ما عليك بس ابقوا بمكانكم بس ابقوا بمكانكم بس ابقوا بمكانكم لا حد يجي ابقوا بمكانكم ابقى ابقى مكانك ما عليك ابقى مكانك بس خلي اصورهم جاي يصورون اركض 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 اركض